نذكر منذ بدايات 7 أكتوبر كان الحديث دائما عن جبهتين، جبهة الجنوب والشمال، وكانت دائما المساعي الأمريكية تحديدا والفرنسية إلى حد ما تسعى جاهدة إلى إقناع نتنياهو شخصيا بألا ينجر وراء ضغوط من الجيش بفتح هذه الجبهة الشمالية. والمعلوم العكس تماما، أن الجيش الإسرائيلي في المجمل لا يريد الانتهاء فتح جبهة الشمال قبل الانتهاء تماما من الجبهة الجنوبية، وخاصة معركة رفح في كل التفاصيل المتعلقة بها، خاصة بعد ما أوضحتموه بالجرافيكس عن سيطرة 75% من محور فيلادلفيا أو فيلادلفي الفاصل بين الحدود المصرية وجنوب قطاع غزة. هذا يشير إلى أن الضغوط الأمريكية التي تمت على نتنياهو إلى حد ما نجحت، لكنها لم تنجح تماما، بمعنى أنه عندما يتمكن من السماح أو الدفع بإعادة تموضع ونزوح وتهجير، طبعا المفردات مختلفة حسب الزاوية السياسية والإنسانية، ولكن من الناحية العملياتية هو محاولة إبعاد المدنيين قدر المستطاع عن أماكن المعارك، وهذا هو من المطالب التي توجه بها الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر سلسلة من المحادثات التي جرت، أهمها ما هو جاري الآن، المحادثات الباريسية، مدير السي آي إيه، مدير الموساد ورئيس وزراء قطر، المبنية على المبادرة المصرية التي وصفت بمبادرة الفرصة الأخيرة. فنحن بالفعل أمام فرصة أخيرة، إما أن تنجح هذه المحادثات الثلاثاء، وقد تكون هذه الرشقة من إطلاق الصواريخ لتوجيه رسائل للمفاوضين بأن حماس ما زال لديها القدرة على التهديد ليس فقط الجنوب وإنما الشمال، يعني بمعنى هذا الاشتباك، هذا الترابط ما بين جبهتي الشمال والجنوب، أن موجات اللجوء والنزوح بالأحرى الإسرائيلي إلى العمق إلى الداخل بعيدا عن مرمى نيران حزب الله، هي أيضا تحاول أن تبتعد عن صواريخ الآتية من الجنوب، وهي في هذه الحالة محرجة جدا لأنها آتية من رفح. هذا في الوقت الذي يجب أن لا ننساه الارتباط بالرزنامة الانتخابية الأمريكية. دخلنا بالسبات الانتخابي كما تعلم أخي أحمد، وهذا يعني أن كل الأنظار متجهة إلى الداخل الأمريكي، تراجعت الاهتمامات في قضية أوكرانيا، ما زالت غزة تتصدر خاصة بعد التطورات اللي حدثت بمصرع رئيسي بكل علامات الاستفهام المتعلقة بذلك، هناك مخاوف من انجرار إيران، إيران واضح جدا أنها لا تريد كبش المحرقة، الذي لا يمكن أن تقترب إليه هو حزب الله. فالسؤال الأكبر الآن، هل تنجح هذه المفاوضات فتنقذ الجميع، أم أنها تتعثر وبالتالي تتحقق رغبة يبدو أنها موجودة لدى نتنياهو، وهي الانتهاء من حماس أولا ومن ثم إكمال المهمة في الشمال مع حزب الله.